بابتسامات تعلو الوجوه ينتقلون من مكان إلى آخر ترحيبا بالمرضى. هم طلبة المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بتونس، والذين يتوجهون في كل مرة إلى منطقة النائية لتقديم خدمات صحية. والوجهة كانت هذه المرة منطقة الخليدية من ولاية بن عروس. قطاع الصحة خاصة في تونس دونك يشهد هشاشة كبيرة، هذيك علاش يقبل كي يسمع بحاجة مثلا الدواء جاي طبيب في الاختصاص نتاعو حاجة بلاش، دونك عامة التونسي يقبل. جاونا الحي قالوا لنا راه فما قافلة باش تعدي على الصغار والكبار والاختصاصات الكل. يعطيهم الصحة لاهين بالعباد ويعطيهم الصحة. التغذية وتقويم النطق وطب الأسنان وطب الحنجرة والأنف والأذنين من الاختصاصات التي أمنتها هذه القافلة، قافلة لا تهدف فحسب إلى التوعية وتقديم الخدمات الطبية، وإنما أيضا توفير معطيات في غاية الأهمية إلى وزارة الصحة. دي ستاتيستيك بعديك باش يرجعوا للدوله، باش يرجعوا لوزاره الصحه، هاو واش فما في البلاصه هذيك، راهو في البلاصه هذيك عندهم اكثر الامراض الشائعه مثلا امراض القلب، ولا اكثر الامراض الشائعه راهي امراض الامراض الصدريه، باش هما على الاقل في المستوصف اللي موجود في البلاصه هذيك والا في المستشفى اللي موجود في البلاصه هذيك يعرفوا شنو مستحقين اكثر العباد، يعرفوا شنو يبعثوا كسوا دواء والا اطباء والا اطار شبه طبي. الإطار الطبي وشبه الطبي وفر للمرضى في إطار هذه القافلة الطبية أدوية اجتهد في تجميعها الطلبة، كما اجتهد شباب منطقة الخليدية في دعوة السكان إليها. نسقنا مع المواطنين، معناها اتصلنا بهم، نسقنا مع المندوبية باش خذينا الكوليج، اليوم نسقنا زاد باش تنقلت المواطنين للمدرسة الإعدادية نتاع الخليدية، نسقنا مع الكلوب اللي هو باركت معناها شريك نتاعنا في الحملة اليوم. عملنا دي دون، فما دي فارماسي عطاونا دوية بليش، ومشينا وحكينا مع لي ميدسان وكل، فما دي ميدسان زاد عطاونا ليزيسونسيون غراتوي عطاوهم الصحة. وفما بارتي صغيره وفرناها نحن شرينا معناتها بالفلوس من لي فارماسي. ذاك مثال عن شباب يحتذى، شباب يسعى الى اضافه سطر الى سطور التزامه بقضايا مجتمعه من ناحيه، واحساس اخر باحترام الذات من ناحيه اخرى، وهو ما يجعله قره في عيون افراد هذا المجتمع.